واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتمع عفوا امس الخميس بالمهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه والاستراتيجيه واللواء كامل الوزير رئيس الهيئه الهندسيه. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع تناول استعراضا لاخر المستجدات على الصعيد التنفيذي للانتهاء من انشاء المتحف المصري الكبير، حيث اكد الرئيس على اهميه التحرك بشكل سريع من اجل استكمال المشروع وتعويض ما فات من الوقت لاتمام المشروع. الرئيس أشار لاهتمام مصر بالمشروع ده لأنه مشروع عظيم، وكمان المتحف هيكون من أكبر متاحف الآثار على مستوى العالم، وعشان كده هو بيشكل أهمية كبيرة لمصر والكثير من دول العالم المحبة للحضارة المصرية القديمة. طبعا كل اللي احنا بنقوله ده بيؤكد على أن القيادة السياسية ماشية على استراتيجية واحدة ومحددة وهي البقاء والبناء، فزي بالضبط ما مبدأ العسكرية المصرية يد تحمي ويد تبني، يد تبني ويد تحمل السلاح، واحنا دلوقتي ماشيين بالتوازي، بنحارب الارهاب من جهه وبنحارب خونه الداخل وطبعا خونه الخارج، وفي نفس الوقت احنا مستمرين في بناء الدوله المصريه.